بث مباشر من قصر السلم شاعر سعد عبد الرحمن. احيي كل المشاركين في البرنامج وكل من ساهم في النجاح. كلميني عن الاكلات في الطريقه المهديه. في المهديه بالنسبه للاكل اعتمد على التعاون. من يكتب تاريخ ثوره 25 يناير ليس الاكل وانما من شاركوا في صنع الحدث. بمناسبه انتصارات شهر اكتوبر السادس من اكتوبر هذا النصر العظيم الذي سطر باحرف من نور سطرته العسكريه المصريه في مثل هذا اليوم كان من الابطال الذين حققوا الاسطوره واذلوا الجيش الاسرائيلي المتغطرس واعادوا الهيبه للامه العربيه العظيمه. اهلا ومرحبا بكم باسم مديرية ثقافة القاهرة التابعة لإقليم القاهرة كبرى وشمال الصعيد الثقافي. نرحب بكم ونرحب بالأستاذ محمد عبد الحافظ ناصف رئيس الهيئة العامة لأصول الثقافة. كما أرحب بالأستاذ يسر السيد نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ومعنا أحد أبطال أكتوبر العظام سيادة اللواء عبد المنعم سعيد أحد أبطال أكتوبر يشرفنا في هذه الليلة العظيمة التي يتخللها فقرات فنية لفرقة القاهرة للموسيقى العربية وفرقة القاهرة للفنون الشعبية والمطربة المتميزة الفنانة رشا فتحي. أهلا ومرحبا بكم مع كلمة الأستاذ الأديب الكبير الأستاذ محمد عبد الحافظ ناصف رئيس الهيئة العامة لأصول الثقافة. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للصديق العزيز محمد سعيد مدير عام فرع ثقافة القاهرة تابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. نحن الآن في معية الانتصار. نحن الآن في معية وفي حضرة صاحب الجلالة في هذه الجلسة وفي هذه الليلة المباركة فريق أبطال حرب عبد المنعم سعيد. كلنا سعداء أن نكون بجوار هذا الرجل القائد المقاتل العقل لأحد العقول المدبرة والمخططة لحرب أكتوبر. كنت بقول ان احنا معانا الان اللواء عبد المنعم سعيد واحد من العقول المدبره والمخططه لحرب اكتوبر. هذه العقول وهذه القلوب التي دفعت عن مصر وخططت لها وحولت هزيمه 67 الى انتصار ولا اكثر ولا اروع في حرب اكتوبر. نحن الان في الحقيقه في شوق كبير وفي اهتمام بالغ لحديث هذا الرجل الذي كان واحدا من الصوره من يعني حين تشهدون صوره عمليات حرب اكتوبر والرئيس محمد انور السادات والمشير احمد اسماعيل والفريق سعد الدين الشاذلي. هو كان واحدا من هؤلاء الذين كانوا في هذه الصورة الحقيقية الموجودة والمحفورة في ذاكرة الوطن. سأعطي الكلمة والميكروفون لصديق العزيز الأستاذ يوسف السيد رئيس تحرير جريدة الجمهورية ورئيس تحرير جريدة مصر المحروسة التي تصدرها الهيئة العامة لأصول الثقافة وتبثها على النت. شكرا. اهلا بكم على هواء مقهى مصر المحروسه وهذه الليله الاقامه بالتعاون بين مديريه ثقافه القاهره وتقييم القاهره الكبرى. الليله فيها مزار مختلف. البطل فيها الشعب المصري. البطل فيها حرب اكتوبر اكبر انتصار عسكري لمصر في العصر الحديث. البطل فيها الانسان المصري. والإنسان المصري ممثل هذه الليلة في سيادة اللواء عبد المنعم سعيد
نجم وضيف شرف هذه الليلة لواء عبد المنعم سعيد 1 من 10 كانوا بيعرفوا ساعة السفر. ساعة السفر اللي هي كانت سر من أسرار الدولة الكبرى، كان هو 1 من 10 بيعرفوا هذا السر. كان ضمن غرفة العمليات مع زي ما قال صديقي الكاتب محمد حافظ ناصر، مع رئيس أنور السادات ومشير أحمد إسماعيل ومشير عبد الغني الطامسي، وكان هو الساعد الأيمن لمشير عبد الغني الطامسي لسنوات طويلة. لكن عاوز أقول لكم حاجة، لو أنا بكلم سيادة اللواء الذي تولى منصب 4 محافظات، السويس وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسي مطروح، قلت له برضه لقب المحافظ ولا لقب اللواء؟ قال لي لقب اللواء. وهذا يؤكد يعني معدن هذا الرجل اللي اعاد الانتصار واعاد الهيبه لشعب مصر. سياده اللواء اهلا بيك في مقهى مصر المحروسه وفي منطقه الدمرية ومنطقه البريه، وهنا بقى مزاج مختلف لانك ابن هذه المنطقه. واحنا جايين في شارع الصاغه عمال استرجع ذكريات بيتهم القديم اللي كان موجود في الغرامه. سياده اللواء بدايه كده الحنين، احكي لي عن الحنين في هذا المكان. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بشكرك على الدعوه، ان انت دعيتني في توقيت انا نفسي لسه كنت راجع من الاسماعيليه الثاني في الاسماعيليه وغرفة جدا، لكن ما قدرتش اتاخر عليك من ولدي فانتفتي يعني العزيزة علي. فأنا فعلا كنت بالمنطقة وعشت في شارع البرية نفسه في البيت بتاعنا، وكنت طالب في مدرسة الجمالية الابتدائية وخدت منها الشهادة الابتدائية. انتقلت إلى الجنوب بقى شوية كده ورحت مدرسة التنمية الثانوية، وكان ليا هوايات ان اكون مهندس زي اخويا الاكبر، بيني وبينه 10 سنين وكنت بحبه جدا وهو كان مهندس، فحبيت ان انا ابقى مهندس. وقدمت ورقه لكليه الهندسه جامعه ايامها جامعه فؤاد الاول. كنا في اسكندريه بنصيف وقامت ثوره 23 يوليو، وكنا في اسكندريه بالتخطيط طبعا، وقالت 6 مبادئ من ضمنهم المبدا الرابع اقامه جيش وطني قوي. جمال عبد الناصر ومحمد نجيب وبعدين خروج الملك فاروق من القصر راس التين، ورجعت القاهره مخي طبعا بدا يفكر. بقى البلد في ثوره والبلد بتقول مبادئ كذا وكذا وكذا، من ضمن المبادئ ده اقامه جيش وطني قوي. وانا الحمد لله جسمي كويس، صحتي كويسه، اذا تخلفت ان انا ادخل الجيش ده امال مين اللي هيدخل؟ وفعلا انا قلت كده في كشف الهيئه، لما بعد ما اكتشفت طبي ورياضي وبتاع ونجحت فدخلت، فقالوا لي رئاسه اللجنه اللي كانت موجوده، يا ابن انت لك اخ مهندس وابن تاني كان واخد بكاويه مهندس ومش عارف مين مهندس، وانت جاي ورا تحول من كليه الهندسه جاي لنا، ليه غيرت رايك؟ قلت له ازاي ما غيرش رايي بعد 6 مبادئ اللي اعلنتهم الثوره ومنهم المبدا الرابع اقامه الجيش وطني قوي، اذا كنت انا مش هدخل الجيش مين هيدخل؟ فقبلت فورا الى كليه. دخلت كليه حربيه من ضمن الحاجات الظريفه يعني، بعد ما وصلنا قالوا محمد نجيب كان رئيس الثوره هيجي يزورنا، لبسونا لبس بسرعه لسه ما تقيدش وقالوا كده علينا، وقفونا مربع ناقص ضل، وانا كنت اطول من كده شويه طبعا حسيت وسمت يعني شويه، واللي جنبي 2 قصيرين شويه يعني. كلامك جارح يا فندم. فجيب محمد نجيب نزل ودخل ومشي كده يبص على الناس كلها، وجي عندي كده وقال لي انت طويل قوي،
فانت قلت له اللي جنبي هم اللي قصيرين قوي. فراح ده اللي جنبي دول طلعوا اولاد اخته. بعد كده عرفت ان هم كانوا اولاد اخته. ده من ضمن المفارقات الحياه اللي انا عشتها. تخرجت من الكليه الحربيه وفي سلاح المشاه وخدمت، وطبعا تركنا المنطقه الحقيقه نظرا لقدم البيت والحرمان فعلا ويقع. اضطرينا نعزل وبعنا البيت بعد ب 15000 جنيه يا فندم. ب 15000 جنيه يعني النهارده بتهيألي 15000 جنيه. بعد كده توليت طبعا كملازم يعني قعدت اترقى عشان ندخل على الموضوع بتاعنا بسرعه، الى ان وصلت الى رتبه معقوله يعني. وكنت امتحنت امتحان مسابقه برضه الحمد لله طلعت الاول. انا بحب اطلع الاول في كل حاجه، حتى كليه التجاره اللي انتسبت لها جامعه تجاره عين شمس انتسبت لها لان كان بعض الشبان قاعدين معايا. فانا بيقول لي ليه بيشتغل؟ قلت له انا عقيد في القوات المسلحه. قال لي يعني هوب شمال. قلت له ايه هوب شمال؟ انا ما اعرفش حاجه الا هوب شمال. قلت له وانت متخرج من؟ قال لي من عين شمس، من تجاره عين شمس. وانت تجاره وانت؟ قلت له مقبول ايه؟ يعني جايبين شهاده ايه؟ قال لي لا مقبول. وانت مقبول؟ وانت؟ قلت له انا رايح. طب انا والله لا داخل كليه التجاره، واذا ما خدتهاش الاول ما بقاش انا عاملها مساعد. ودخلت كليه تجاره عين شمس وحصلت على المركز الاول بتقدير جيد جدا مع مكتبه الشرطه. عندي عزيمه اني انتصر على اي موقف اقابله. فقابل موقف لازم افكر ولازم انتصر فيه، ما احبش الهزيمه ابدا. احب انجح واسعى قوي للمقصد حتى لو تعبت كوتشيه. المهم في الجيش عايزين نتكلم بقى عن حرب 73. لا قبل حرب 73 يا فندم 67، اولا حضرتك قلت اشرت اشاره سريعه اللي بيخش كليه حربيه كان معروف 50% ويقولوا 50%، لا ده احنا عندنا قائد داخل ساب كليه هندسه اللي هي كليات القمه ودخل كليه حربيه. اذا لما يبقى في مستوى علمي كبير جدا ينتج قاده عظام. انا عاوز قبل ما اخش كده 67 احكي في تجربه 67 حضرتك كنت فين من فكره او احساس بهزيمه جيش لم يكن مراره. انا كنت في الاتحاد السوفيتي في هذا الوقت بدرس باللغه الروسيه، علمونا الاول اللغه الروسيه وسافرنا هنقعد 3 سنين نتعلم حاجات حربيه يعني في الاتحاد السوفيتي في مصر. وفجأة لقينا وزير الحربية المصري طالع موسكو، من موسكو نازل وبتاع بيودعوه يعني ما معناه ربنا يكون في عونكم يعني. حكينا معاه من لا كان وزير الحربية مدني شمس بدران قائد من قائد عام. بعد ما رجع لقينا المصري بيتوتر في سنة 67 على خط الجبهة. هوب الجيش المصري بيعمل القناه يدخل سينا، كلنا قلنا ايه ده ايه في ايه؟ وبدانا نجيب خرائط على لمصر، احنا كل خرائط اللي معانا روسي يعني. جبت خرائط روسي برضه بس عن مصر يعني. وبعدها بدانا هوب والحرب بدات واسرائيل بتهاجم. نسمع الاخ محمد سعيد كان هو احمد سعيد بيتكلم في الاذاعه. جبنا المحطة قواتنا مش عارف عملت ايه وحصرة القوات ايه وعملت نرسم حصار ونسمع الجانب الاخر بالانجليزي ولا هنا ولا هنا. التنين متقدمين جوه عندنا لان الخريطه مش ممكن تترسم. ده دكتور عمال بيكلمنا على حرب تانية خالص ودخلنا قربنا ندخل من القدس يعني خلاص قربنا ناخد القدس. فتبينا كلنا بنرجع لورا والجيش الاسرائيلي داخل لغايه لما وصل خط القناه. ولاول مره تصرف دموعي على البلد. يمكن ما عيطتش على امي وعلى ابويا قد ما عيطت على البلد. انا كنت طفل لما ابويا مات وامي مش ما عاش قوي يعني كان عندي 10 سنين بتاع كده. انما دي موقف ظابط وجيشه ينهار بهذا الشكل حاجه
يعني مخجلة جدا جدا. السبب من وجهة نظرك كقائد عسكري في الوقت في قيمة الجيش ولا عيوب كثيرة جدا. وعشان كده احنا اول حاجة تم دراستها ما هي اسباب الهزيمة. 1-2-3-4-10 اسباب الهزيمة على رأسهم عدم تحديد الهدف الاستراتيجي للقوات المسلحة عندما توطن الموقف مع إسرائيل. لابد أن يكون هناك تنسيق بين السياسة والعسكرية. عندنا دولة قوة اسمها قوة الشمل للدولة، قوة سياسية، قوة اقتصادية، قوة عسكرية، قوة معنوية، قوة إعلامية، كل قوة عشان تدخل وتشاهد والبلد كلها تدخل في معمعة حرب قوي، لابد ان ننسق بين هذه القوى كلها مع بعضها عشان نقدر ننتصر ونحقق نصر. مش انا اعتقاد مسلحه يلا، وانا مش مؤهل الموقف سياسيا ولا ولا اعلاميا ولا تخسر حاجه. لابد من تكاتف القوى دي كلها مع بعضها عشان تدخل معركه. فكان اول حاجه عدم التنسيق بين الموقف السياسي والعسكري كان سبب الهزيمه. اثنين، ازاي اخاطر وضعت قواتي تعدي القناه وتروح سيناء وانا عندي تلت القوات او ما يقرب الى نصها موجود في اليمن بيدافع عن ثوره اليمن؟ ازاي نص قواتي مش موجوده وانا حارب اسرائيل؟ ده كلام يعني كلام لا يعقل طبعا. 100% ده سبب رئيسي للهزيمه. نمره 3، القاده اللي متعينه هل للكفاءة ولا للثقة؟ إن كانت الثقة، لا الثقة تز فيها، إنما الكفاءة الواحد كفر. ثقة إيه؟ يعني تثق فيها أنا ويعمل الكلام عليك؟ لا، الكفاءة هي المصدر الرئيسي وكانت الثقة. وهكذا مش عايز ادخل في تفاصيل قوي ان انا لا اصل هي الاسباب دي معالجتها هي اللي خلتنا نخش في انتصاب سبت. عملت مذكره كامله عن الموضوع ده وكتبت فيه في الصحافه يعني بتاع الحاجات دي كلها. كان 10 اسباب تجهيز المسرح. ولا انا ادخل تخيلوا انتوا هتعملوا مسرحيه والمسرح مش جاهز ولا الستائر موجوده ولا التليفون موجود ولا الميكروفون ولا الارض ولا الكراسي ولا طب يدخلوا يعملوا ايه المسرحيه؟ ده اذا كان مسرح ما بقى في الحرب مش عايز تجهيز للمسرح الحرب. طرق ومدقات وحفر ودشم ومراكز لاسلكي يعني لازم في تجهيز. مفيش تجهيز للمسرح الى اخره. المدرسه بعد 67 حضرتك رجعت سنه كام من موسكو؟ انا رجعت بعد الحرب مباشره ورجعونا بقى بعد الحرب لما هديت وقفت. قعدنا اسبوع نشوف اهلنا وقلنا رجعوا كملوا الدراسه بتاعتنا وتعبوا. رجعنا رحنا روسيا كملنا الدراسه ورجعنا في اوائل 68. عينت ضابط قطر في الجيش الثاني الميداني كان انشئ بقى في 1 يناير سنة 68. هو الجيش الثاني انا عينت الجيش الثاني ضابط خطط في فرع العمليات بتاع الجيش الثاني الميداني اللي كان لون حتى الاسماعيليه. رحت سلمت نفسي كان ايامها قائد الجيش اللي هو احمد اسماعيل اللي هو قائد القوات المسلحه في حرب اكتوبر كان هو قائد الجيش. اما رحت كان معاه كل قائد كان معاه خبير روسي. كل قائد جيش مع خبير، قائد فرقه مع خبير، قائد دوله مع خبير روسي، قائد كتيبه مع خبير روسي. يعني قال يعني بقى عشان يعلمونا. فرحت بقدم نفسي انا عمري ما خدمت مع اللواء ده اللواء احمد اسماعيل. قالوا لي لا رحت بقدم نفسك ليه؟ فرحت قدمت نفسي انا وكان انا الرائد عبد المنعم سعيد جاي الاتحاد السوفيتي بعد ما حصلت على دوره اكاديميه فرنسا العسكريه. قال لي طيب تقدر تعمل لي قرار قائد جيش للدفاع؟ قلت له ايوه.
خلف قد ايه؟ قلت له اعرف الاول العدد بتاعي قد ايه؟ شكله ايه؟ كلها حجمها ايه؟ وجمع الطريقه يديني فرصه يمين حضرتك اطلع على الجبهه ازور المشكلات وارجع واليوم الثالث احط قرار رابع يوم على رابع مساء. قال لي التصرف. رحت عملت القصه دي ورحت حطيت القرار. هو بقى كان معلق يخطب قبل ما اعرض انا القرار. لما قال لي طب شوف القرار الاول اللي مرسوم على الخريطه. خد وقتك. حضرتك. بصيت في الخريطه. قلت له يا فندم ده مش قرار جيش للدفاع. اللي امال ايه؟ قلت له ده اوضعت تمركز القوات ده هنا وده هنا وده هنا وده هنا وده هنا بس. انما قرار خارج جيش للدفاع حاجه ثانيه. قال لي يعني انت جايز بيبكي؟ قال له كل ده الخليل الروسي قاعد بيتجامل منه المترجم بيترجم له وبص الخليل الروسي يقول له الكلام الرائد صح. طيب رحت معلق الخليفه وعرض عليها قرار الجيش الدفاع تصرف على القرار يوم اضاف وبعته القياده العامه وكان هو ده قرار الدفاع اللي في الفتره الاولانيه اللي بعد حرب 67 حرب الاستنزاف اللي فاتت هو فتره الحرب الاستنزاف دخلنا بقى اه لغايه حرب الاستنزاف بعد كده كان الجيش متدرب بيفتح مراحل يقفل مراحل وتعالى دخلنا اربع مراحل قبل حرب 63 مرحلة سكون وبنلم الناس اللي جاية عبر المعابر واللي معدي على مركب واللي معدي عايم واللي جاية بعربية كله جاي بنسوق يتجمع كده أربع أشهر لغاية لما شكلوا الجيشين وبدأت مرحلة فترة إيه يعني يشموا نفسهم شوية يبقوا يبنوا نقط قوية على المية فيها دفاعات والكلام ده كله وكانوا اليهود بيجيبوا بنات يقولوا لابسين مايوهات واقفين على الضفه الشرقيه حاجه مهمه جدا لما العسكري يشوف الكلام ده شوف يعني ايه هذا سابوهم فتره الاولانيه بعد كده بدات اطلاق النيران اي حد يطلع سافر القرابي يتضرب فبداوا يبطلوا عمليه ما اكتفيناش بكده كان لابد القوات المسلحه تساهم وتساعد العمل السياسي العمل السياسي اللي هو ايه؟ دولة بتخاطب دول كبرى وبتخاطب دول اخرى عشان تتكاتف بالله وتاخد قرارات في مجلس الامن تقف في صفنا ضد اسرائيل. فلابد ان في عمل سياسي بيتم فلابد عشان تساعد العمل السياسي ده لازم يبقى انت نفسك طويل وفي نفس الوقت عندك قوه. القوه دي تيجي بايه؟ ما تخليش حد من العساكر اليهود يقف على الساتر الترابي ولا يجي بنت تقف على الساتر الترابي اطلاقا. فبدات تفتح بدانا نفتح نيران على اي حد يطلع الساتر الترابي على الضفه الشرقيه للقناه يضرب برصاصه المدفعيه وهكذا فامتنعوا ان هم يطلعوا. مش كفايه المرحله دي خدت لها اربع اشهر. مش كفايه. طب ايه اللي اكتر من كده؟ قلنا لا في حاجه اسمها مرحله حرب الاستنزاف دي خدت لها تقريبا سنة وشوية سنة ونص السنة ونص دول حرب الاستنزاف كنا بننزل احنا بقى كظباط عمليات ضابط خطة الجيش الثاني مع قائد الجيش نعمل خطة عن الشهر التالي ايه اللي هنعمله في الجبل سواء بفتح نيران بالمدفعيات على الضفة الشرقية او عبور قوات وتهاجم بعض النقط خطف اسير فتح ثغرات في موانئ العدو استطلاع في داخل عمق العدو بيعمل ايه كل دي عمليات بنعدي القناه قوات وتهاجم ونيران نفتح نيران على النقط كل ده بنعمله مخطط شهري احنا والجيش الثالث اللي جنبنا وننزل نعرضه على القائد العام للقوات المسلحه قائد الجيش يعرضه ونرجع ناخد بتاع خطه الشهر الجاي ونبتدي نقسمها ايام ونبتدي ننفذ هذه الخطه. دي كانت المدرسه الحقيقيه التي دربت القوات المسلحه بجميع افرادها قوات جويه وبحريه ودفاع جوي وجيوش الى قوات بريه على كيف نقاتل.
بترد على السؤال كيف نقاتل؟ ازاي نحارب؟ لما يجي الوقت. في النهاية في الفترة دي قالوا نار وقف اطلاق نار وقف اطلاق نار. احنا خدنا 500 يوم حرب الاستنزاف. يعني سنة وشوية. 500 يوم بالعدد كده. توقف حرب الاستنزاف وبدأنا في مرحلة هدوء. الفترة دي يا فندم كنت انا لسه في الجيش مع اللواء احمد اسماعيل. لا كان احمد اسماعيل اترقى بقى عمليات انا حضرت خمس قادة جيوش. حضرت خمس قادة جيوش جم ورا بعض كده لغاية احمد اسماعيل اسمه ايه ده هو اللي اصيب مع الفريق لا غير عبد المنعم دياب طبعا اللي اصيب مع عبد المنعم دياب كان في لواء معاه اللي اصيب الناس بس اسمه وبرضه عبد النبي حد اسمه عبد النبي عبد النبي حافظ لا لا مش حافظ حافظ فرقه فرق. وبعدين عبد المنعم خليل وبعدين سعد محمود فالمهم طبعا بعد ما حصل وقف اطلاق نار بدأنا نسحب القوات من الجبهة تنزل غرب القاهرة وهم بيبنوا خط بارليف واحنا بنتابع خط بارليف طبقة طبقة من اول الاساس لغاية فوق بنتابعه ثم بنرسمه عندنا وعارفين كل ذرة رمل في هذا الخط وهو عمال يبني حصن حصين قلعة لامة جنبها كده على الساتر الترابي ويرفع الساتر الترابي بزاوية 60 درجة أكثر من 45 درجة بارتفاع يصل إلى ساعات 20 و25 متر فوق الماية وعمالين نرصد الكلام ده كله عشان يبقى في الذاكرة ولما نيجي نحط مخطط بقى للهجوم لازم هنقضي على الكلام ده كله ازاي؟ لازم نتدرب وخدنا ثلاث سنين اللي هو من بعد وقف اطلاق النار بتاع حرب الاستنزاف بنتدرب غرب القاهرة عملنا نقط قوية مشابهة للنقطة اللي قدامنا ليه نضرب عليها كل التشكيلات المشاة اللي هتهاجم في حرب 73 يبقى لما رجع كلهم الى الجبهة تاني ينزل فرقة يتدرب يرجع ينزل لواء يتدرب يرجع ينزل وهكذا ثلاث سنين بنتدرب على الاعمال اللي هنعملها في 73 ان شاء الله لما يتقرب كان الثلاث الخطوبة هو النموذج بتاع السياسة والمرحلة دي بقى ايه الرئيس مش سايب الموضوع أنا رسالات تولى الحكم بقى بعد إيه؟ جمال عبد الناصر. يقول لك السنة دي سنة الحسم. بس إحنا السنة دي هنحارب. وتيجي ما نحاربش. يجي السنة اللي بعدها الأصل كان موقف مش عارف باكستان عمل إيه مع إيه؟ موقف الدولة ما كانش باكستان. هذا العام عام الحسم. وتيجي السنة تمر ما فهذا يقول كل سنة سنة الكذا. هتحصل ما يحصلش حاجه لما جه مش عارف سنه بتاع الكرامه قال لك لا ده كل سنه عدل تاجر مش هيعمل حاجه الى ان قامت 6 اكتوبر هي ليه جت الحسبه ان نبدا الحرب الساعه 2:05 بدانا اول طلقه تطلع الطيران يدخل يضرب المدفعيات تضرب 2:05 طب وجت من ايه؟ جت من الوقت اتحسبت الاهداف اللي هتتضرب واتسال المدفعيه والقوات الجويه كل واحد يتسال كده لوحده هو جاوب واحد مجمع بيانات فتقال ايه عشان نضرب ضرب حصين على النقط القويه دي وي 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 والطيران بتاعنا يدخل يضرب ضربه ويرجع يعيد المجهود ويدخل يضرب تاني ويرجع عايزين لنا 4 ساعات المغرب في هذا اليوم العاشر من رمضان في هذا التوقيت كانت الساعه 5:30 و5 يعني 6
ونص الا خمسه. يبقى اخر يوم امتى؟ 6 و5 30 دقيقه فرق بين اخر يعني الشمس لما تغيب واخر دول لما يختفي الضوء خالص. كام دقيقه؟ يبقى الساعه 6 و5. واحنا محتاجين كام ساعه لضربه الطيران؟ 14 ساعات. يبقى نطرح 4 من الساعه 6 و5 تبقى 2 و5. عشان كده بدا الحرب الساعه 2 و5 دقائق. دخل الطيران ضرب الضربه بتاعته، رجع من الضربه كانت المدفعيات رن على خط الجبهه وبدات القوات تنزل وتعبر وتجتاح القناه السويس الناحيه الثانيه الضفه الشرقيه وتهاجم النقط القويه، وترك للقاده كل واحد هيهاجم نقطه قويه قدامه يختار الطريقه اللي تهجمها، يهاجمها بالمهاجم، يهاجمها من الاجناب، يهاجمها من الخلف، كل واحد يشوف موقف النقطه بتاعته شكلها ايه وطرق الاضطراب لها اسهل ايه وهو يقدر يحقق ايه. ففي مثلا فرقه 18 كانت في الانطار نقطه قويه جنب بعض جنب بعض، يعني دي شايفه دي ودي شايفه دي ودي شايفه دي، فلازم يهاجم بايه؟ بالمواجهه. طب النقط اللي بعد كده جنوب شويه، لا ده كان يجي 3 4 كيلو بين النقطه والنقطه، 3 كيلو 2 كيلو كيلو ونقطه، الله. طب ما احنا نقدر بقى نلتف ونهاجم من خلف او من الجنب او يعني ايه طرق لكل قائد قدام نقطة قوية هيهاجمها ياخد القرار اللي يريحه واللي يضمن ان هو يهاجم. طب الاربع ساعات يا فندم برضه الناس بتسال، هو الطيران ما كانش يقدر الطيران الاسرائيلي او الطيران المصري بعد الاربع ساعات دول بقى يعني بالليل في الضلمه يشتغل؟ يعني ما يقدرش، وما كانش الطيران الاسرائيلي قادر ان هو يرد بعد الاربع ساعات ده اذا كان احتوى الضربه الاولى او ضرب الطيران المصري؟ هرد عليك رد بسيط قوي. هو لما طلع الطيران بتاعتنا بتضرب وترجع وتفاجئ الجانب الاسرائيلي بدأوا يصعدوا الطيران وبدأوا يقتربوا معنا على عند خط القناه. كان قبل الحرب باربع سنين لما قلنا وقف اطلاق نار اللي هو بعد 500 يوم حرب الاستنزاف عملنا حائط صواريخ، بمعنى الصواريخ بتاعتنا المضاده للطائرات كانت واخده وضعها في الجبل. الليله الاخيره اللي قلنا وقف اطلاق نار حركنا اللي كانوا في الخلف طلعناهم قدام لورا عند القناه، بس مستخبيين ورا النقط القويه بتاعتنا احنا. اذا بقوا قريبين قوي، يبقى بيصطادوا طيران العدو شاف القناه. فعشان كده لما هم جم طرشوا على انهم يهاجموا القوات بتاعتنا وعدوا قوايا القناه وقعت لهم نسبه كبيره من الطيران. فصدرت اوامر لا تقتربوا من خط القناه اقل من 30 كيلو عشان ما يتسووش، او 25 كيلو عشان ما يتسووش طيران. كل حاجه لها حسبه، كل حاجه ما لها يعني حساب ولا تقدير كده، مش العمليه مش داخلين هنلعب استغماية ولا حاجه، ده حرب فيها قتل وفيها دمار وفيها 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 الكلام ده. ثمرت الحرب الحمد لله، ايوه صحيح حصل ان هم استغلوا الثغره الكبيره اللي بيننا والجيش الثاني والجيش الثالث، البحيرات المره طولها كده عرضها كده 30 كيلو بين الجيش ده والجيش. طب هنعمل ايه؟ ده عايز ابقى جيش لوحده تاني كده يعدي، ما عندناش الكلام ده كله. انما حاولنا نامن الاجنبي، فهم استغلوا بقى الحته دي فاضيه كده وجم جنب ناحيه الغزار وكانت الكتيبه بتاعت حسين طنطاوي. بس حسين طنطاوي قاتل قتالا مريرا مريرا، وحتى قالها لموسى ديان، موسى ديان لما جينا مره زوره اللي شاروه وقال له انت فاكر عملت فيك ايه؟ قال له اه طبعا عارف. فضل يضرب عليه ضرب مبرح لمده 24 ساعه دون توقف لغايه لما الراجل اتصاب عوض نفس شاروه. فيعني ده بعد ما اتفقت السلام وقابلوا بعض، وكان قتال يعني يستحق المشير طنطاوي الحقيقه انه ياخد وسام في هذا، لانه فتمسك بكتيبته رغم ان هو يعني كتيبه افراد مشاه وحاجات بسيطه، يعني ممكن نمدوها داخلين بمدرعات طيران ومركزين ضرب على نقطه واحده، تخيلوا بقى كده.
كده وعشر خمس قنابل كده بتتفتل علينا نعمل ايه؟ وهم قاعدين صاروا يضربوا عليه كمان نيران وبتاع، يعني عمليه صعبه مش سهله. قتال قتال ما هواش هزار، مش طاوله يعني بنلعب طاوله، لا ذخيره خطيره، تدخل دمر تقتل دمر وهكذا. استمرت العمليه لما عملوا الثوره هم قالوا نفسهم حاولوا يدخلوا الاسماعيليه ما يدخلوش، توافقوا انهم يدخلوا الاسماعيليه، حاولوا يدخلوا السويس ابطال السويس يعني هم بيحتفلوا باستمرار بعيدهم وعاملين يوم 24 اللي هو عيد السويس القومي اللي هم الافراد المقاومه الشعبيه نطوا على 17 قطعه مدرعه دخلت السويس اتدمرت، ال 17 واحد هربوا كلهم اللي كانوا فيها الى البيوت اللي كانت متدمره اصلا لغايه لما الليل دخل وبداوا يتسللوا قارب السويس. فكانت السويس المدينه اللي لم تسمح لاسرائيل انها تستولي عليها وتهلل، وجابوا جندة بعير بالطياره على منطقه بعيده شويه من السويس وصوروها وقالوا ايه انها تصور من السويس. لا طبعا بكش، ما كمان دخلتش السويس لان كانت السويس مؤمنة بقوة المقاومة الشعبية اللي فيها. توقف القتال، قبل ما توقف القتال يا فندم فكرة الثورة التي تمت والخلافات التي تمت بين رئيس السادات واللواء سعد الشاذلي في مسألة تدمير الثورة لأنها كانت زي الشوكة اللي بتضهر الجيش المصري أو يعني شالت جزء من حلاوة الانتصار. يعني أسيب حضرتك تشرب مية ونسمع صوت غنى يخفف لنا شوية من الحرب والأجواء المعركة لحد ما يتكلم على اللي حصل لنا في الثغرة، من المسؤول عن الثغرة؟ معانا الفنانة رشا فتحي. يا ريت بقى استاذة رشا حاجة من أغاني حرب أكتوبر، الأغاني اللي ودعنا بذكريات هذا النصر الكبير. مساء الخير عليكم جميعا، وكل سنة وشعب مصر وجيش مصر ومصر أحلى، وبرحب بالسادة الضيوف، وشرف ليا إني أنا أشارك في مناسبة زي ديت، وشرف ليا اني بيشرفنا النهارده سياسه اللواء واستاذ ياسر السيد واستاذ محمد عبد الحافظ رئيس هيئه الثقافه والاستاذ تاني شاكر الشاعر الجميل واستاذ محمد سعيد مدير عام خط القاهره. واهلا بكم ويا رب الفقرات الفنيه الحاليه والقادمه تعجبكم ان شاء الله. Oh,
ثم رابعه الى الجنة. انما مش معنى كده ان كل ما
بتنجح في معارك لازم تنجح في كل المعارك ده. يا ريت تبقى كده، انما في معارك ما تقدرش تنجح فيها. ممكن يبقى في فترات الخصم بتاعك يتغلب عليك فلوس، انما انت بترجع ولا كده. الحرب اللي كانت طبعا في 67 كان بنقول ان خمس فرق من عندنا، كانوا خمس فرق مشاه غير اثنين لور كانوا موجودين في بورسعيد وبور فؤاد في حال في النسخ الاول، وراهم تشكيلات مدرعه كانت هتستخدم انهم يطوروا الهجوم في الارض اذا سمعت الخروج. الثغره تمت ازاي؟ الثغره تمت لما حصل الهجوم، وكان زي ما بقول الكتيبه اللي على الجانب الايمن من الجيش الثاني الميداني كان خديمه المندوشيه الطنطاوي، الحقيقه ما كانتش تقدر توصل جنوبا لغايه البحيرات، لان المواجهه هتبقى كبيره جدا عليها. فكان المفروض يبقى في الجزء ده قوه من القوه تدخل تسد المكان ما بين كتيبه المشير طنطاوي والبحيرات المره اللي جابها عليه. ما حصلش، عشان كده استغل شارون هذا الكلام وبدا يضغط على كتيبه طنطاوي ويحركها للشمال شويه عشان يوسع المكان يقدر يعدي الكبابات ويعدي كوبري. فضل يعمل العمليه دي بهجمات متتاليه ان ينجح ما عرفش. وفضل طنطاوي واقف في كتيبته بالرغم من الخسائر اللي تكبدتها الكتيبه، ولكن لم يتزحزح من المكان بتاعه وفضل ثابت في موقعه بشكل فظيع جدا يعني. حقيقة طبعا كلام ست اللواء يعني يعيد بعض الاعتبار لما يقال عن سفر المشير حسين طنطاوي، وده واحد من الجنود المصريين اللي ظل يدافع حتى اخر ربع من حياته علشان ما يسيبش مكانه. بعد كده التطور بقى اللي حصل ان احنا حبينا نخفف الضغط عن سوريا. سوريا متفقين مع بعض ان احنا نحارب مع بعض، بس كل واحد يحط قراره بنفسه لنفسه. انما احنا بنقول بدايه الحرب مع بعض. هما كانت الجولان محتله واحنا عندنا سينا محتله. احنا نهاجم قناه السويس وهم هيهاجموا من الجولان محتله. اتفقنا على الميعاد وجم حتى في اسكندريه قبل الحرب المسافه كده الرئيس السوري وقابل الرئيس السادات، واتفقنا على التوقيت ونبدا مع بعض عشان نعمل ارباك للقوات الاسرائيليه يا ترى تطلع شمالا ولا جنوبا، ويبقى عنده جبهتين شغالين في وقت واحد. عمليه ارباك له، وفعلا ده اللي حصل. واللي حصل تماما ان القوات السوريه تمسكت بخط الجولان ده تماما في الفتره الاولانيه، الا ان استطاع بالضغط القوي من الجانب الاسرائيلي انه يطرد القوات السوريه من الجولان ووصل لخط الحدود، بل واكثر من كده انه بدا يطور الهجوم في اتجاه دمشق. وحتى كان الرئيس انور السادات في مصر ويقول يا جماعه اضغطوا من جانبكم على الجانب الاسرائيلي قوي عشان نخفف الضغط عن الجبل السوري. وفعلا اللي حصل ان احنا ضربنا وعملنا هجمه كبيره بالمدرعات، حصلت لنا فيها خسائر كتير لان كانوا هم مجهزين ستاير مضاده للدبابات. ضرب الدبابات ما قدرش نطلع اكثر من 3 كيلو 4 كيلو 2 كيلو ونص وهكذا، فصدرت الاوامر للقوات انها ترجع تاني تدخل رؤوس التهاري اللي احنا كنا عاملينها، وهو كان في زي صد حصين مش قادرين يكسروه، ودخلت الدبابات كتير. طبعا هم استغلوا العمليه دي ان هم على جانب عند كل رزوان، وبدا موسى ديان يودي توجيه لشارون انه يدخل
بتاعته عشان يعمل تعادل يبقى فيه كلام بقى سياسي بعد كده المفاوضات يعمل ايه يعمل ايه خلى شارون يدخل شارون تكتب خسائر فظيعه اتفتحت عليه حوالي 45 كتيبه مدفعيه الكتيبه يعني حوالي 12 قطعه مدفعيه شوفوا ضربوا بقى في العدد ده كله زائد صواريخ ارض ارض زائد طيران زائد المدفعيات اللي موجوده في الجبل بتضرب على نقطه واحده كانوا بقى كده بتضرب علينا مثلا شوف طيران بيضرب ومدفعيات ودبابات و و الى عملتها جهنم وراح ذلك شارون اتصاب وبرضه عدى عشان يقدر يعمل تعادل بين قوات وقواتنا يبقى في مجال للتفاوض ان هم يعني نسحب قواتنا او حاجه اللي هو تتخيله طبعا حصل انهم دخلوا حاولنا اننا نصد هذه القوات فعلا ما قدرتش تطلع الاسماعيليه كانت عايزه تدخل الاسماعيليه وتستولي عليها وتقول استولينا على مدينه الاسماعيليه مدينه صار قالوا لما تقول استولينا على مدينه الاسماعيليه العالم كله لما استولينا على مدينه ما قدروش اتجهوا جنوبا جنوبا في منطقه جبليه كبيره 30 كيلو لغايه لما دخلوا عند السويس دخلوا على السويس لقوا المقاومه الشعبيه في السويس جهنم جهنم دخلوا 17 قطعة مدرعة وعربيات مدرعة فتحت عليهم نار جهنم اتضربت 17 قطعة وعملوا بيهم مبحث هناك في السويس وقالوا ما تدخلوش السويس وخليكوا بره وفضلوا يهربوا في البيوت لغاية لما الدنيا ظلمت وخرجوا من السويس ما يقدروش يستولوا جابوا جزء مائل خارج السويس على بعد 10 كيلو وصوروها في اتجاه السويس والجبال والبتاع المنطقه كده على اساس ان جثه مائيه بتزور قواتها اللي موجوده في السويس طبعا لم يحدث لم يستطيع من يستولوا على مدينه السويس حصل توقف لاطلاق النار واحنا كنا مجهزين قوات لتدمير القوات الثغره دي وتشكيلات محلطها فرقتين مشاه ميكانيك وفرقه مدرعه ولكن في هذا التوقيت وصل الطوابع وزير الخارجيه الامريكي كيسنجر وطلب معادله الرئيس وقال له يا سياده الرئيس احنا عارفين ان انتم مجهزين قوات تعملوا بيها هجمه مضاده ضد القوات اللي عبرت ارض القناه ولكن انا جاي لك بقول لك ان احنا نعمل حاجه كده كويسه ونوقف بقى القتال ده والقوات الاسرائيليه مساعده تسحب قواتنا كلها اللي دخلت في الغرب مقابل حاجتين اتنين. ايه الحاجتين دول؟ اول حاجه احنا بنسال يعني بنسال في هذه ليست القوات الاسرائيليه دي كانت القوات الامريكيه في وقتها يعني يعني يقال ان كان في جسر جوي من الجسر الجوي ده موضوع ثاني لا خالص احنا مع الجبل الجسر الجوي كان بينقل المعدات والذخائر الى اسرائيل مش ينزلها في العريش انا بقول بينزلها بشكل مباشر تنزل في العريش والعريش تنزل من الطياره دايره يعني كنا اصل في قدامنا برضك شباب كنا نستمع ونحن صغارا انه ان الرئيس سادات انا حاربت حاربت اسرائيل وانتصرت عليها انا دلوقتي بحارب الولايات المتحده الامريكيه وروسيا كانت وقتها فعلا من اكثر خلق الله طبعا في اللحظه المهمه دي بس لا طبعا انا بس حضرتك امريكا بتمدي اسرائيل بسلاح احدث حاله لو ضدهم حاجه اسمها مدفع الطلبة عباره عن جهاز مضاد للدبابات ينحط ينشر على الدبابه ويسيب الطلبة هي تطلع لوحدها الصاروخ يطلع ويدور على الهدف وتضربه. حاجه حديثه جدا فكانوا بيدوا احدث ما عندهم في الجلسانه بتاعتهم هم مش متسلحين بيه لسه معمول في المصنع بيدوا لاسرائيل ما اسرائيل دي الولايه 51 من الامريكيه ودي عظمه الانتصار يعني الانسان المصري بالعزيمه والاراده والاسلحه غير متقدمه كان واقف في الاخر امام الاسطول الامريكي وامام القوه الامريكيه بتدربها اتفضل يا فندم بعد كده بعد ما كنا محاصرين القوات وهنبتدي نهاجم في قسم قابل الرئيس السادات
ولا انا عارف ان انتوا مجهزين خطه لتدمير القوات اللي عبرت غرب القناه، وانا عارفين امكانياتكم تقدروا تعملوا ايه، وانا مش عايزين خلاص الحرب انتوا حاربتوا وخدتوا الضفه الشرقيه للقناه واثبتوا وجودكم تماما و و و و فانا ليا طلب، طلبين اثنين لاسرائيل لو نفذتوهم هتبين اسحبوا كل القوات اللي جت غرب القناه. قالوا ايه هم؟ قال انتوا بعتوا ثلاث قطع بحريه في دار المندب تعمل قطر لاي مركب شايله اي حاجه الى اسرائيل، فعاملين عليهم حصار فوق هذا الحصار. يعني كنا ضربنا لهم كذا مركب وبرز هناك في باب المندب، ولنا ثلاث مدمرات كانت موجوده هناك. فقالوا ايه الثاني؟ قالوا والله في نقطه قويه على البحر الابيض، صحيح شرق بورسعيد ب 30 كيلو ما سقطتش، فبيقولوا يعني نحافظ عليها بس كرامتنا كده ان نقطه واحده ما اتضربتش، بس ما هياش من ضمن خط بابليه. خط بابليه كان على القناه لما دي 30 كيلو شرق بورسعيد، شرق بورسعيد كان بسيط. حاضر. وهنساله ازاي؟ قال خلاص هناخد اوامر دلوقتي وهنبدا نحط جدول ومخطط انهم ينسحبوا الى غرب القناه، ومش هيجوا كمان قدام القوات، هيبقى بينهم وبين القوات المصريه اللي هي واخده شرق شرق للقناه واخده اوضاع كويسه، يعني هتبعد عنهم حوالي 10 15 كيلو. سحبوا القوات الثانيه 10 15 كيلو، ورجعوا سحبوا القوات من المره الثانيه واحنا تقدمنا شويه 5 6 كيلو وحسنا اوضاعنا، هم رجعوا كمان 10 كيلو او 15 كيلو وتوقف الوضع. فضل متوقف. طيب احنا لما فكرنا في الحرب هل حطينا في اعتبارنا اننا هنحارب الى ان نصل الى خط الحدود؟ لا، ما كانش هذا التفكير موجود، لان كان قدامنا الحدود ثلاث حاجات عشان نقوم بحرب ثلاثه حاجات. الحرب شامله نوصل بها لخط حدودنا ضمر اسرائيل، كانت القوات المسلحه المصريه غير قادره انها تعمل. السلاح اللي جينا نتحسس لا يعطينا هذا القدر من القوه اللي خلينا نوصل لغايه خط الحدود. الحل الثاني اننا نبدا نعمل مرحله حرب استنزاف ثاني. لن تحقق لنا هدف عهد سينا ولا جزء منها. حرب استنزاف هو يضرب عليا وانا اضرب عليه بالمدفعيه بالطيران وهنضرب مع بعض، مش هتحقق لنا هدف تحرير جزء من سينا ولا ضربه رمح. يبقى الحل الثالث ايه؟ ان نعمل حرب في حدود الامكانيات والقدرات بتاعتنا، ونستولى على جزء من سينا ونثبت وجودنا اننا قادرين ان نحارب، وان شاء الله بعد كده لو ما انسحبوش نحارب ثاني، ولو ما انسحبوش نحارب ثالث، ان شاء الله ناخدها على مراحل. انما كلام زي الكلام. وفعلا ده الحل اللي احنا خدناه، اننا نقوم بحرب محدوده بحيث طبقا لقدراتنا وامكانياتنا، بحيث اننا ندمر خط بارليف ونستولى على جزء كويس من شرق قناه السويس، وهذا ما حققته القوات المسلحه في عام 73. برضه سعد الشاب اللي هو حضرتك سالتني عليه، لما حصلت الثغره ودخول القوات الاسرائيليه من عند كبر الجوار ولا مدرعات تدخل الكلام ده كله، طبعا رئيس اركان حرب احد الناس المسؤولين ان هو يقول رايه، انما القرار لمين؟ لوزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحه. دايما عندنا القائد هو المسؤول الاول. انا قائد لواء ومعايا رئيس اركان يعني نمره اثنين بتاعي، ومعايا رئيس عمليات نمره ثلاثه، ومعايا خبراء ومعايا كل حاجه. قرار لمين؟ ليا مش لاي حد تاني. طيب فالقرار هنا لازم يكون لمين؟ لوزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحه بعد التشاور مع بعد التشاور الدنيا كلها، بس القرار بتاعه هو حتى لو خالف الراي بتاعه. طب ايه بقى الاراء؟ كانت الاراء زي ما انا قلت كده ان احنا نتمسك ونحاصر القوه اللي بتنزل، انما ما اسحبش حد عدى القناه الى الشرق خالص ولا عسكري يتسحب، لان لو سحبنا
احنا عارفين العسكري بتاعنا وعارفين مخلوقاتنا كمصريين. كان بس واحد يضرب كوفة دلوقتي كده واحد يجري كده كل العالم يجري، صح ولا لا؟ فلو حصل ده في الجبهه هتلاقي العساكر كلها تجري في القلاع مقابل كلها. فهلا هو قرر يسحب من الشرق قلويه مدرعه اللي احنا زعلنا بيها القوات دي نرجعها الغرب عشان ندمر قوه اللي عبرت القناه في الضفه الغربيه. ده كان راي الوزير، واحنا كنا راي العمليات معاه ان احنا اللي عدى الشرق نرجعش الغرب هذا والله بالفعل. وكان هذا القرار هو القرار من وجهه نظرنا احنا كظباط عمليات وظباط قطر، وقرار رئيس الهيئه وقرار الوزير اننا نتمسك باوضاعنا اللي احنا حققناها ولا نسحب اي فرد من الشرق الى الغرب. وده كان الموقف بتاع السعد الشاذلي اللي هو هاجم فيه يعني الرئيس السادات وكتب كتاب عن الموضوع وحصل يعني مشاكل، ولكنه ما فيش شك انه رئيس ابن الحرب هو جهز القوات وجهز الخطه، وكان له دور كبير في اعداد القوات، وكان بيزور الوحدات ويتاكد من كفاءتها القتاليه ويتعرض عليه مواقف. انا بيني وبينه علاقات قوية جدا والصداقة، كنا يمكن بشتغل معاه في مكتب واحد وانا صغير اكتر من كده، واعرفه معرفة شخصية كاملة واعتز بيه جدا ومعرفته وشخص يعني مرن وقادر، ولكن هو ده الموقف اللي هو حصل بينه وبين. لكن حضرتك القائد عسكري في المنطقة كنت اقول ان رأيه ما كانش صح، رأي المشير اسماعيل كان اصح. سبت اللي هو يعني هذه يعني رؤية شاملة، لكن أنا عاوز أعرف الحاجات اللي محدش يعرفها من داخل غرفة العمليات. يعني حضرتك كنت داخل غرفة العمليات مع الرئيس أنور السادات والمشير أحمد إسماعيل، ويعني كواليس ما كان يحدث في غرفة العمليات. لكن اسمح لي بعد أن نستمع إلى قصيدة من الأستاذ سعيد شحاتة شاعر عامية المميز ابن مصر ولا عم محمد حسن. مساء الكل، سنة طيبين، كل سنة ومصر طيبة، كل سنة وجيش مصر منتصر، كل سنة وكلنا بنحب بعض. عدوا الكنال، عدوا الكنال بالدبابات والأفئدة الصافية، عدوا الرجول الماشية تقطع في السكك حافية، عاد المجهول من البدن مضطر، وإن الطريق رغم العرج مش حر، وإن المراكب أكيد هيوصل بر طول ما القلوب مطمنة ودافية. عدت الكنال بالورد والزينة وسجينا من زمزم ووصينا، واقفين نراهم باللي في ايدينا ومصممين على الحلم بالعافية. عدت الكنال بالعزم والهمة، بالخيش وبالمريانة وبالبدلة والعمة، الخير بيظهر بصبر الصحبة واللمة، والمصر وقت الصعاب بيساوي 100 أمة، عاشق ودم المدد والكلمة مش كافية. عدت الكنال في الجلل والخضرة والبراميس، واتحط صمت الخطار وكسر المكاريس. احنا المدافع وصوت الدبابات احنا، واحنا اللي ساعة العمل عالجبهة بسلاحنا، واحنا اللي وقت الكفاح بيباهوا بكفاحنا، واحنا اللي قادرين ندف للدون وللجواسيس، واحنا العيال البريئه المخلصه الوافيه. عدت الكنال بالامل وجروح حواريكي، قلب المغامر مصمم ينطلق فيكي، يا بنت ناسك وناسك كلهم ليكي، صنعت ايديك وايديك بتحكم الجافيه. عدت الكنال
الدبابات والافئده الصافيه، عد الرجول الواقفه تقطع في السكك حافيه. عاد اما اقول ان البدن مضطر وان الطريق رغم العرب مش حر، وان الملاك اكيد هيوصل بر طول ما القلوب مطمنه ودافيه. عد الكمال. الله يسعدك. استاذ محمد عبد الحافظ بواسطه كاتب مسرح وأديب، ليه مفيش عمل ادبي طلع على مستوى هذه الحرب؟ طبعا ده السؤال الدائم المتردد بصفه دائمه، ليه مفيش عمل ادبي واجه هذه الحرب؟ اعتقد ان كان في محاولات مهمه جدا ادبيه من مجموعه ممن شاركوا في الحرب. كان في سلسله اسمها ادب الحرب، كان بيشرف عليها الاستاذ جمال الغطاني شفاه الله. هذه السلسله في تصوري كان يجب ان تستمر بشكل كبير جدا لاسباب. في مراحل كتابة الأدب أو في كتابة الأدب في مراحل، في مراحل حماسية بتكتب أو بيكتب فيها الأدب لأول وهلة، وهي المراحل البدايات أو مراحل البداية الأولى، ودي بيروق فيها مجموعة من المجالس الأدبية الأخرى. على سبيل المثال زي الشعر يقدر يعبر عن المرحلة دي، زي قصة صغيرة أو قصيرة تقدر تعبر عن المرحلة دي. ولكن في مراحل تانية اعتقد ان هي الروايه الكبيره زي ما بيقول الاستاذ يوسف السيد تستطيع الان، ولكن تستطيع الان بتعاون من الجهات المسؤوله زي الشؤون المعنويه على سبيل المثال. بعد ما الحرب الان شوهدت راي العين كما يقال، وتم الكشف عن مجموعه من الاسرار العسكريه اللي كانت موجوده في لحظات ما كانش يجب أن يتم الكشف عنها أبدا في مراحل سابقة، لأن إحنا موجودين ما زلنا على خط النار حتى باللحظة اللي إحنا موجودين فيها. أعتقد إن استمرار الصراع ما بين إسرائيل والدول العربية هذا الأمر لم يعطينا مساحة كبيرة للتعبير أو الكتابة بأشكال أدبية مهمة فيها كثير من التفاصيل. أعتقد في تصوري إن أنا محتاج ككاتب مسرحي أو ككاتب روائي المزيد من التفاصيل والمزيد من العمليات. أعتقد إن آن الأوان بعد الكشف عن عدد كبير من الوثائق المهمة جدا أو بعض التفاصيل المهمة عن حرب أكتوبر، أن يعاد النظر في هذه المسألة بتعاون وتضافر جهات عديدة، بمعنى إن إحنا نقدر نعمل في اللحظة دي عمل سينمائي مهم جدا. على سبيل المثال مما قامت به المجموعه 39 على سبيل المثال، انا بعطي بعض امثله، مما دار في بعض المعارك المهمه جدا، مما دار على سبيل المثال المعركه الرهيبه الرائعه التي قادها الفريق المشير طنطاوي ضد قوات شارون وقوه الاراده المصريه الكبيرة جدا لكتيبة مصرية واحدة تستطيع أن تقاوم كل هذا. أنا تصوري أن الصغرى كانت انتصارا في لحظة ما، كانت انتصار سياسي مش لمصر فقط مش لإسرائيل، ولكن كانت انتصار سياسي لمصر في مرحلة من المراحل، وكانت انتصار لقوة المقاومة الضعيفة جدا. قال لأن هذه القوات درسا لن تنساه في تصوري. اعتقد ان هذه المعارك المنفصله تستطيع الان ان تكون كتابه رائعه ومحترمه جدا، سواء كانت كتابه خاصه سينمائيه او كتابه تلفزيونيه. المسرح له سكه ثانيه خالص، وهي سكه التعبير عن الفكر وعن الرؤيه. الشعر عبر عن ده بشكل جيد جدا، بقيه الفنون عبرت عن ده، ولكن يبقى او تبقى السينما او تبقى الروايه لم تعبر عن هذا كما يجب. وبطالب الهيئه العامه للكتاب لو هي مش
هتعمل سلسلة أدب الجميل إحنا ممكن نستمر فيها مرة تانية في الهيئة العامة لأصول الثقافة. شكرا سيد محمد. أنا هسأل سؤالنا الأخير لسيادة المير عبد المنعم سعيد قبل ما ننتقل إلى فرقتين من أجمل فرق هيئة أصول الثقافة، فرقة للموسيقى العربية وفرقة للفنون الشعبية. سؤالنا الأخير، ماذا كان الجوانب الإنسانية والحكايات اللي بغرفة العمليات التي أدارت حرب أكتوبر؟ هنتكلم فيها، احنا عايزين نتكلم في حاجة احنا كنا أولا غرفتنا عقيد واللي في الهيئة اللي هو الفريق الأول وزير الفريق رئيس الأركان واللي هو رئيس هيئة العمليات وساعة تيجي رئيس الدولة. فاحنا ثلاثة لو نوريك الصورة بتاعت الغرفة واحنا موجود فيها على الجنب كده نص وجنبه الوزير وبتاع. فاحنا بقى كنا نمر امتى؟ لما الهدوء يتم كده شوية، في هدوء شوية والناس بتراجع نرجع مع بعض. كنت بتتمنى امتى تتوزعوا الالتزام على الارض تحت الطرق؟ على فكرة قعدوا في غرفة العمليات من 6 اكتوبر ليوم 24 مغربي، لازم قبل 6 اكتوبر ب 10 ايام لان كنا بنمر مشروع وننحل فيه الحرب. من قبل 6 اكتوبر ب 10 ايام لحد يوم 24 مغربي. اصعب لحظة ده سؤال الاستاذ محمد سعيد، اصعب لحظة قابلتكم في غرفة العمليات؟ اصعب لحظة هي موضوع الصلاة. ولا مش لحظة وقت يعني كان أصعب وقت لأن ما كناش يعني كنا عارفين إن ممكن تحت الثغرة قبل الحرب. يعني قلت لحضرتك إن إحنا كنا في التخطيط إن احتمال لو العدو عارف ممكن يعمل هجوم مضاد أو يعني استباق يعني بنقول هجمة استباقية يهجم جنوب عند الأنقرة أو عند الإسماعيلية أو عند في ثلاث أماكن ومتحددين ودارسين إحنا الموقف كويس أوي. وقلنا ان ممكن اوي طب لو حصل يعني كان برضه مخطط ان لو حصل دي ما تطلعش ضده القوات اللي في الامام اللي هتعمل، لا تيجي القوات المدرعه والميكانيكيه اللي في الخلف تعمل ضربات مضاده ضد القوات دي، وبعدين بعد ما ندمرها او احنا بندمرها نعبر القناه برضه ندمر خط بابليه ونستوي. يعني كان في كل الاحتمالات موجوده. الموقف الانساني اللي حضرتك لا تنساه في غرفه العمليات، انا طبعا سيادتي اللي هو قال لي غير اللي هو شائع ان رئيس السادات علم باستشهاد شقيقه وهو في غرفه العمليات يوم 6 اكتوبر، ما كانش بعد 6 اكتوبر زي ما اشيع وجه في الفيلم. لا 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 هو عارف في نفس التوقيت وهو قاعد على الترابيزه وجه البلاغ من حسني مبارك يبلغ قائد العام ان الضربه الجويه نجحت في تدمير الاهداف بنسبه 100% لان الضربات دي بتتعرف ازاي ان هو ضرب 100%. الصاروخ لما بيطلع من الطياره ويطلع يضرب الهدف بتتصور اللقطه دي في الطياره، ولما يرجع ما يقدرش يبدي يقول انا ضربته مش عارف ايه ودمرت. لا تعالى يا حبيبي هات ورينا الفيلم، هات الفيلم. ايوه دمر. فاذا كل الاهداف اتدمرت بمعرفته الطيران. اخو السادات عاشم السادات عاطف السادات ما كانش له حظ اصيب نزل الطياره استشهد فهمت. كان الحقيقه الرئيس السادات يعني راجل برضه محمد يعني ما هوش ضابط قبل كده وعارف والحرب 100% محمد يموت وعلي ومش احمد وخليل ممكن اي حد يستشهد فينا حتى يصاب وهكذا. كلنا بندخل شايلين رحم على ايدينا يعني. فالحقيقه لما يعني بقولك قال لي زي بقيت زمايله زيه بقيت زمايله. ما شفتهاش بعد كده زي ما طلعت. لا 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 ما فيش ما قالش حاجه هم الكلمتين دول، وحتى كان متردد مش عارف اسماعيل متردد يقول له ده دول. لا 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 ما قلت طبعا الموقف الانساني من رئيس السادات على هذه جدا وقعد بعد ما اطمأن العبور والدفعات بدات تعدي والتغريد وشاف في اول كوب يمشي 3 ساعات ونص ولا حاجه وعدت التدريبات عليه
بدأ العملية بقى ايه ماشي ايه دخلنا بقى في الساعة 3-4 بقى خمسة كده كلام منه قال أسفه بقى أكمله وأروح للقيادة بتاعتي وكان عامل مركز قيادة في قصر الطهرة من ناحية السياسية وجاي بقى حافظ إسماعيل وياه السفير وبتاع كان أكثر جواب مستشار أمن قومي سفير وبتاع مستشار أمن قومي ويعمل اتصالات بقى لأمريكا بتطلبه وده بيكلمه وده بيعمل والكلام ده كله وبقى على فترات بقى يجي يزور اللي عندنا في مركز العمليات يشوف ايه الموقف وايه التطوير والكلام او نستدعيه اذا تطلب الامر يكلموا المشير عبد الاسماعيل ولا بس ما عايزين شاتك تشرفنا عشان هنعرض عليك موقف يعني او حاجه عشان الكاتب يجي يوم 6 اكتوبر ده الساعه كام تجيب حملتك كام؟ الحرب الساعه 2 ودي الساعه تقريبا 1:00 1:05 ده انتوا قبل 6 اكتوبر تقول كلمتك؟ نعم ده انتوا قبل يوم 6 لا 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 انا لما جايز المركز وكله كله تمام وجاهزين له وكنا بندير مشروع قبل كده قبل 6 اكتوبر لمده اسبوع بندير مشروع احنا هربناه للجانب الاسرائيلي فبنحارب وبندمر ونستولي على صدوق ونطور الهجوم ومش عارف ايه شغالين في الاستراتيجية ناخد مع الجيوش وهم يبلغونا واحنا نبلغهم واحنا عارفين ان هم بيسمعونا وقالك انت تدربت قولوا قننا وهم يوم السبت دخلنا في الحرب هكذا يعني كعادة الشعب المصري سيمفونية رائعة أدارها مجموعة من حيث شباب مصر وبنود مصر وأبطال مصر في هذه المعركة بنختم هذه الليلة العسكرية السياسية قبل أن نلتقي مع فرقة الجنود الشعبية وفرقة الموسيقى العربية معانا الأستاذ سامي شاكر مقطع من قصيدة كبيرة للأستاذ سامي شاكر ايوه مرحبا يا استاذ منور نحن في حضن الجماهير بنشكر مقر ثقافه القاهره انه فكر يبقى موجود معانا في حضن الجماهير ونشكر سياده النور عبد المنعم السعيد بنشكر صديقنا واستاذنا المبدع ورئيس هيئتنا الاستاذ محمد عبد الحافظ على تفكيره في تفعيل نشاطاتنا هنا في شارع المعز. اركب اركب حصان حلمك يا فارس وانزل من الليل للنهار اركب حصان حلمك يا فارس وانزل من الليل للنهار الفارس اللي انتشى سيف الحقوق والعدل طالع علان الليل بيطيب المواويل علشان عيون النيل تقدر في ليل النيل تعبر لاحلامنا وتغني وتفهمل يا ابن الوطن لين لين في موالك وشالك المخزون من قطن اوطاني ارسم علم وكتاب وافتح لباب النور دور عن جبال والدور وانده فوارسنا واغثنا واحرسنا والله اخلصنا خلصنا من اللي جرى في سنين ما بتعديش غير لما اخلصنا يؤمن قلوب نفسنا غير لما اخلصنا يسكن قلوب نفسنا يا فارسنا حمسنا حسسنا شوء الوطن شوء الوطن غلاك افتح كتاب التاريخ واقرا سنين المر كان العدو بيمر على شطنا المسروق محروق قلب الولد يا ابن البلد اصبر
الصبر فجر وضي. طول ما انت عشقك حي، طول ما انت عشقك حي لابد هيجيلك ومشد على حيلك نور اناديلك واسلك بعيدك يا جدع من عشقك اللي ابتدى من اول المبتدى للدنيا والاكوان. والان هنقول حكاية وطن قرر عبور للنور من عتمة الاحزان. بدل بنا انسان حلمان تعود الارض والعرق والامجاد زهاد ولاد الوطن في عشق اوطانهم خرج الالم منهم طلت خلاص من خوف. انزع فتور خوفك يا ولدي يا كبدي يا جهدي يا كدي في ليل انتظار الفرد غزلة في خضار الارض تقول ولدي بيدي عدي يا ولدي بالرفاء الحلم لما حلمه بالنصر المبين شطير الامين شط العيون مزروعة فيه من ضد شعب بينتصر يوم ينتصر وشط الغيوم الحدود متشططين على حد حضارة من البشر. انزع تدور خوفك يا ولدي كل الامهات الشجر الحق اكتر مستنزرة جوعك كثف دموعك يلي مكسور من هزيمة الولاد صنعوا الامور المعجزة. راجع يا ولدي واقف ما بين اهلك بجنبه للسلام بعد اهتمام الدنيا بالمصر اللي قال نعبر نرجع ارضنا بعدين نقرر العبور للشمس من كل اتجاه نصنع حياه بالايمان بالله وبالوطن الحلال. عز الرجال ولدي بعد ما قام ينزع فتور الخوف ولدي اركب حصان حلمك يا فارس وانزل من الليل للنهار يبقى انتصار الفلاحين لما تبات الهمة في عينيهم وتصحى وهم تدب الخطوة في درب العمار والخضار يعشق رمال الصحراء بالقدرة السناجل يا فلاحين هم نقابل بكرة في الأرض اللي مشتاقة للنيل النبيل. اخرج اخرج يا فلاح بره بنيات الوقت واطلع في الساقية والنورك وتنوير الحياة اخرج وشوف الصخر بأناية حياة اركب حصان حلمك يا فارس وانزل من الليل للنهار اركب حصان حلمك يا فارس وانزل من الليل للنهار يبقى انكسار الهم مات لما صغير متلهفين لحظة فرق لما خرج حلم الفوارس بالصباح خلف المكاتب والملفات النشاط هوبا ارتباط الحلم بالعمل القوي. قول يا كريم اكرم رجال الدولة بالعقل السليم راجع ضمير العاشقين المشتاقين لحظة نجاة اركب حصان حلمك يا فارس وانزل من الليل للنهار يبقى انبهار الفنانين المبدعين هيكون امين يا مثقفين هوبا اكتبوا وعي وفلاح وكفاح عشان المصري يبقى في مصر فاهم للنجاح. هوبا يا صاح علم في اهلك عشق مصر علم في ناسك الانتماء للارض والناس والتاريخ المصري معدن من معادننا النفيس خليك معاه خليك معاه واركب حصان حلمك يا فارس وانزل من الليل للنهار انزل يا فارس للشوارع والحواري والطرق خلي القلوب وياك في رحلة للنهوض هتخوض فروض الوهم لكنك بطل ابدأ نهارك بالأمل الحلم لازم يكتمل والناس معاك يلي هواك خلاك ما بين الناس يا فارس حارس لمن جبت النجاح اركب حصان حلمك يا فارس وانزل من الليل للنهار. شكرا شكرا للاستاذ سامي شاكر الشاعر الجميل. انا ادعوكم جميعا الى الاستمتاع بفرقتين فرقه فنون شعبيه وفرقه موسيقى عربيه من اجمل فرق فرقه قصور الثقافه. انا بزيد الى المباركه بشكر ضيف شرف هذه الليله سياده الليله عبد المنعم سعيد
احد ابطال حرب اكتوبر، قائد الجيش الداني، محافظ السويس وجنوب سيناء ومرسى مطروح في البحر الاحمر، والذي يعتز بصفه قائد، بصفه لواء، بصفه ضابط في الجيش المصري. هذه الليله تعيد لنا بعد 42 سنه ذكرى انتصار عزيز، تؤكد ان الشعب المصري لا يعرف المستحيل، وما احلى ان نسترجع هذه الروح الان، لاننا مصر في اشد الاحتياج الان لهذه الروح حتى ننطلق الى افاق اخرى ويحدث عبور جديد، وخاصه هناك اراده شعبيه وهناك امين بالقائد الرئيس عبد الفتاح السيسي وغير قدر الجماهير الكبير. وانا انقل لكم تحيات الكاتب والصحفي الكبير حلمي المنن وزير الثقافه الذي كان يبدا ان يشاركنا هذه الليله لولا ارتباط سريع، وطلب مني نقل تحياتي لسياده اللواء عبد المنعم سعيد، وفي نفس الوقت نقل تحياتي لاهل الجماليه واهل الغوريه، المنطقه العزيزه علينا كلنا. وانا بشكركم في مقهى مصر المقروصه، وبشكر قناه ام تي في اللي هي جت تتكلم معانا هذه الليله، وده مش جديد عليهم يعني، اللي هم كلهم بيشاركونا وبيشاركوا الشعب المصري في افراحه وفي مواليده، وبشكرهم على هذا المجهود الثقافي الرفيع والاعلامي الرفيع اللي مش من تلفزيون البلد، تلفزيون الباكور. الاستاذ محمد عقابي طبعا بيجي بتلفزيون بيجي، بس هذه مباعده اعلاميه بيكفي. انا لا كاتب صاحبي، فانا ماليش دعوه، لا انا بشاهد زي ما انا عاوز. وبشكر الاستاذ محمد عبد الحافظ ناصر الكاتب المسرحي رئيس هيئه اصول الثقافه، اللي لولاه ما كانت انشطه كثيره تتم ومنها مقهى مصر المحروس. بشكر الدكتور ايهاب الزهوري رئيس اقليم القاهره شمال الصعيد، اللي العميد في اهميه النزول للجماهير، وسوف يتم بيننا تعاون كبير للنزول في اكثر من مكان. بشكر الاستاذ محمد سعيد والاستاذ بشكر الاستاذ محمد سعيد مدير ثقافه القاهره، اللي هو برضه يعني بدا يكافح ويناظر وقعد يتكلم كتير صراحه، وانا اللي كنت مقصر ومتفاجئ، لكن يعني اشتغلنا في السيده زينب، اشتغلنا في الجماليه، ويوم الخميس باذن الله مقهى مصر المحروسه سيكون في تحكيم في حزبة من حزبنا الشعبية، هنكون في قلب الجماهير في منطقة تحكيم القريبة من مسطرق، وبعدها سنكون في الجيزة في شارع خادم المرسلين، وسوف يعني يكون أحد انتدابات القوافل الثقافية اللي هيعلن عنها الكاتب المسرحي الأستاذ محمد عبد الحافظ والكاتب الصحفي حلمي المنن وزير الثقافة، هيعلن عنهم يوم الخميس بتفاصيل مهمة جدا في المنوفية. بشكركم جميعا، وبشكر صديقي الأستاذ سعيد شحاتة، وبشكر الأستاذة الفنانة اللي يعني ادت لنا كده جو من الدفء رشا فتحي، وبشكر صديقي الاعلامي الكبير الاستاذ جمال الشاعر اللي احنا كده في دماغي يعني. بشكركم جميعا وبدعوكم للاستمتاع الى الفن الشعب المصري والموسيقى العربيه، وفاصل من الاغاني الوطنيه، وفاصل من الفن الشعب المصري فالى هذا الفن. اشكركم وبشكر الساده الحضور. Yeah.
مصطفى. أولى فقراتنا مع المجموعة كوكتيل وطني.
الدكتور عادل مصطفى رئيس اتحاد الفرق.
يبقى ربي
الهوى انا في سبيل الله مصنع الهوى انا في سبيل الله مصنع الهوى بليت بجرح ليس يشفيه دواء بليت بجرح ليس يشفيه دواء لم يرن ولا زال أهيز بجماله فجاءت سهام القتل من جهة الدواء رمان آه رمان رمان غزال أهيق بجماله فجاءت سهام القتل من جانب الدواء فرحت مقاضي الغرام أحكي قصتي ليحكم بيننا وبين أحبابي بالسوى ليحكم بيننا وبين أحبابي بالسوى فأجابني قاضي الغرام وقال لي يا فتى كم من شهيد مات قهرا بالهوى انا قاضي العشق والعشق قاتلي وقاضي قضاة العشق قاتله الهوى حبيبي يا عيون الهوى يا ناس اهانا تتصحي ما صار يا ناس أهلان تتصحي منه ما سمعها ينصبح عليها أمان يتوصي الحنين يا ناس أهلان تتصحي منه ما الأستاذ محمد الشحات شكرا أشكر كل من ساهم في نجاح هذه الليلة وإلى اللقاء في ليلة جديدة من ليالي نقع مصر المهروسة في بهتين وفي الجيزة وفي محافظات مصر المختلفة ومع قوافل هيئة أصول الثقافة شكرا لكم وإلى اللقاء في ليلة جديدة من ليالي نقع مصر المهروسة واحتفالات مديرية ثقافة القاهرة واحتفالات اقليم القاهرة الكبرى شكرا لكم.